السلام عليكم يا دكاترة، معاكم دكتور محمود من صيدلة عين شمس. الحمد لله خريج امتياز فارما الخاص بالتشانل بتاعتنا اللي هي كايرو داتا فلو. هنبدأ أول جزء بإذن الله، جزء الأنتي مايكروبيالز. وبنقول كلمة أنتي مايكروبيالز لأنها بتشمل الأنتي بيوتيك وبتشمل الأنتي بكتيريال. تعالوا نشوف شوية ديفينيشن ليهم علاقة بالموضوع بتاعنا، ويكون اول ديفينيشن نفرق ازاي بين كلمه انتي بايوتيك وانتي بكتيريال وازاي هما قريبين من بعض بس في اختلاف هنشوفه سوا. كلمه انتي بكتيريال، انتي بكتيريال ممكن تبقى ناتشرال او سينثيتك او سيمي سينثيتك، على عكس كلمه انتي بايوتيك لازم تبقى ناتشرالي بروديوسد باي مايكرو اورجانيزم. عشان الاثنين، عشان يا اما تنهبت الجروس او توقف الريبليكيشن بتاع المايكرو اورجانيزم او تقتل المايكرو اورجانيزم بتاعنا. تمام، طب ايه الديفينيشن التاني؟ ايه معنى كلمة سبيكترا؟ معنى كلمة سبيكترا يعني المدى، يعني في مضادات حيوية زي ما احنا عارفين نارو سبيكترم وبرود سبيكترم. طب يعني ايه كلمة برود سبيكترم او ليها معنى تاني اللي هي امبيريكال؟ طب النارو سبيكترم دي بيشتغل على only one single او limited group of microorganism، واشهر اكزامبل على الكلام بتاعنا الايزونيازايد بيبقى اكتيف اونلي اجينست تي بي المايكوبكتيريوم تيوبركلوزس اللي هي بتسبب التيوبركلوزس. تمام، البرود سبيكترم بقى او المسمى الاشمل ليه كلمه امبيريكال لواسع المدى. الامبيريكال ده بيبقى اكتيف اجينست النوعين بتوع البكتيريا المشهورين قوي، الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. فور اكزامبل على كده معظم الانتيبيوتيك طبعا من ضمنها السيفالوسبورين. طب امتى استخدم الامبيريكال انتيبيوتيك؟ ما احنا عارفين ان في مشكله بتواجه الانتيبيوتيكس بصفه عامه اللي هي مشكله الريزيستنس بسبب سوء الاستخدام، وطبعا مشكله ظاهره عندنا بشكل كبير جدا في مصر. طيب هتقول لي ازاي يا عم استخدم الامبيريكال؟ هقول لك هتستخدمه في حالات معينه لما يكون ما عندكش الوقت ايدنتيفاي المايكرو اورجانيزم عن طريق اللي انت تعمل كالتشر، والبيشنت عنده سيفير سيمتومز او عنده هاي ريسك اوف انفيكشن، يعني مثلا جرح ومتلوث ومحتاج دلوقتي لازم تديله انتيبيوتيك، هيتلوث خلاص وجرح كبير، فلازم ساعتها تدي امبيريكال انتيبيوتيك. او عليه اعراض شديده ومش هتستنى انت لسه تعمل كالشر ونتيجه الكالشر، فاكيد هتديله امبيريكال انتيبيوتيك او برود سبيكترم انتيبيوتيك. تمام، تالت ديفينيشن معانا كلمه بكتيريوستاتيك وبكتيريسايدال. طب ايه يا عم الفرق؟ ما انت قلت لي كلمه انتيبيوتيك او انتيبكتيريال يا اما بتنهبت الجروس يا اما بتكل المايكرو اورجانيزم. انهبت الجروس يا عم بتاع المايكرو اورجانيزم ان انا اوقف الريبليكيشن بتاعه، دي معناها ستاتيك. سايدل او بكتيريوسايدل اللي انا بقتل المايكرو اورجانيزم. تمام، قال لك بس انا حاطط لك اهو تحتها خط، ممكن الانتيبيوتيك الواحد يبقى ستاتيك لمايكرو اورجانيزم معين وسايدل لاذر مايكرو اورجانيزم لمايكرو اورجانيزم تاني. اكزامبل على كده لينازوليد هو بكتيريوستاتيك اجينست الاستاف اورياس، وفي نفس الوقت بكتيريوسايدل اجينست الاستريبتوكوكس نيمونيا. تمام، تعال نشوف بقى الانتيبيوتكس كلاسيفيكيشن اكوردنج للميكانيزم اوف اكشن. هما خمسه ميكانيزم مشهورين، نبدا باول واحد الحاجات اللي بتنهبت السيل وول سينثيز وما اكترها. وطبعا ما دام قلت كلمه سيل وول انا عارف انها هايلي سيلكتيف، ان الهيومنز ما عندوش سيل وول، وبالتالي وانا بتارجت البكتيريال سيل ماليش دعوه بالهيومن سيل. دول طبعا من اللي معظمهم فيهم البيتا لاكتام رينج، زي ما احنا عارفين الاستراكشر بتاعها مشهور قوي البيتا لاكتام رينج. قالك زي مين؟ زي البنسلين، زي السيفالوسبورين، الكاربينيبيم، المونوباكتام. ده اول ميكانيزم اوف اكشن او اول كلاسيفيكيشن معانا. تاني حاجه الحاجات اللي بتنهبت السيل ممبرين، وطبعا هي مش مشهوره قوي، زي البوليميكسينز والبوليينز والاسامبيوتول اللي هو بيستخدم في علاج التي بي والايزونايزايد والبايرازينامايد. وفي حاجه تالت حاجه الحاجات اللي بتنهبت الفوليت سينسز، وسام ريفرنس بتسميها انتي ميتابولايتس عشان بيوقفوا السيل سايكل عند الام فيز، بيضربوا الام فيز فساعات بنسميهم انتي ميتابولايتس. طب زي مين؟ زي حاجتين بينهبتوا اتنين انزيم مشهورين قوي في الفوليك اسيد باسوي. قالك اول حاجه اللي هو بنسميه ديهبس انهبيتورز اللي هو الهيدرو داي هيدرو ترويد سينسز انزيم، وفي الديفر انهيبيتورز، وكلمه ديفر دي هي اختصار ليجل وبرده ديهبس. الديفر ده دايهيدروفوليت ريدكتيز، انزيم مهم قوي في الباسوي اللي هو بيحول الدايهيدروفوليت بيحوله لتترا هيدروفوليت اللي هي الاكتيف فورم بتاعت الفوليك اسيد اللي بتخش في تكوين نيوكليوتايدز. تمام، رابع حاجه اللي هو انهيبيشن او بروتين سينسز، وطبعا
البروتين سينثيسيس متقسم حاجتين، ال 30 اس ريبوسومال سب يونت وال 50 اس ريبوسومال سب يونت. ففي 30 اس انهيبيتورز وفي 50 اس انهيبيتورز ونشرحهم بالتفصيل. وخامس ميكانيزم معانا الحاجات اللي بتوقف النيوكليك اسيد سينثيسيس، بالتحديد بتوقف الدي ان اي جايريز انزيم، مشهور قوي العيله دي زي الكينولونز. طيب ناخد بقى واحد واحد بالترتيب. نبدا بالحاجات اللي هي السيل وول سينثيسيس انهيبيتور. بس قبل ما نقول السيل وول سينثيسيس انهيبيتور يهمني حاجه معينه افكركم بيها، اللي هي الخطوات بتاعه تصنيع السيل وول نفسها، اللي هي الان اسيتايل مراميك اسيد لما كان بيمسك مع الان اسيتايل جلوتاميك اسيد. طبعا هي مش مطلوبه مننا تماما، بس احنا عايزين نفهم. فبنقول اول خطوه كانت ان المونومر اللي هو الان اسيتايل مراميك يمسك في الان اسيتايل جلوتاميك ويعمله البنتابيبتايد. بعد ما يعملوا البنتابيبتايد، الخطوه دي كانت بتحصل جوه السيل ممبرين، وبيعملوا حاجه اسمها الباكتوبرينول. الباكتوبرينول ده او بنسميه البنتابيبتايد. ادي هنا الان اسيتيل مراميك الاحمر والان اسيتيل جلوكوزامين او جلوتاميك اسيد اللي هو الازرق. بعد نعمله بنتابيبتايد او الباكتوبرينول ده، المونومر ده بيتنقل لبره السيل ممبرين، بيتنقل لبره السيل ممبرين. وفي خطوه دي ممكن اوقفها بالباسيتراسين اللي هو البيفاتراسين سبراي اللي موجود في الصيدليه، بيوقف خطوه بتاعه اللي هي الترانسفير للمونومر ويطلع بره السيل ممبرين. طيب وبعد كده زي ما احنا شايفين بيحصل البوليمرايزيشن، اهو بيمسكوا بعض المراميك مع الجلوتاميك، بيحصل البوليمرايزيشن عن طريق انزيم مشهور قوي اسمه ترانس جلايكوديز. والخطوه دي بنوقفها بالفانكومايسين تحديدا، اهو الفانكومايسين اهو بيوقف الخطوه دي اللي هي البوليمرايزيشن. عايز يعمل بوليمر يتكون كذا وحده، والوحده الواحده مكونه من مراميك مع جلوتاميك او مع جلوكوزامين، بنوقفها بالفانكومايسين. طيب ومع كده يحصل الكروس لينكينج ان هم يبقوا بالمنظر ده، او بنسميها ترانسبيبتايديشن، وبنوقفها بالبيتا لاكتام انتي بايوتكس اللي احنا بنتكلم عنها وهنتكلم عنها بالتفصيل طبعا. طيب دي كده حته طبعا للفهم لا اكثر، يعني مش هتطلب مننا طبعا. طيب نتكلم بقى عن الترانسبيبتايديز انهيبيتورز اللي هم بيقفوا الخطوه بتاعت الكروس لينكينج. التين ماتشورين قوي مين لي البنسلينز والسيفالوسبورين، هناخدهم بشكل كومبير بسيط كده. بنقول البنسلين والسيفالوسبورين اتنين عندهم بيتا لاكتام رينج. البنسلين طبعا irreversibly bind، بيمسك في الانزيم irreversible ما بيتفكش تاني، وبينهبت الترانسبيبتايديز انزيم. وفي كتب بتسميه طبعا بنسلين binding proteins. وبعد كده بيحصل autolysis. وطبعا زي ما احنا عارفين البنسلين مشكلته ان هو sensitive للبيتا لاكتاميز انزيم اللي بيكسر البيتا لاكتام رينج، خش على رينج يفتحها فيبوظ الستركشر ويبوظ الاكتيفيتي بتاعت البنسلين. طب البنسلين في منه حاجات ناتشرالي اللي طلعت في الاول، وطبعا عارفين مشاكلها انها كانت نارو سبيكتروم، وكان في مشاكل ليها علاقه كتيره بالسوليبيليتي زي البنسلين جي والبنسلين في. تمام. وفي حاجات كانت سيمي سينثيتك زي الامبسلين، بدأ نعمل موديفيكيشن في الاستراكشر عشان نحسن السوليبيليتي ونحسن النارو سبيكتروم شويه. وفي حاجات من البنسلين من العيله دي عندها انتي سودومونال اكتيفيتي، يعني اجينست السودوموناس زي البيبراسيلين والتيكرسيلين. بس البنسلين زي ما احنا قلنا بالظبط بيتكسر بالبيتا لاكتاميز انزيم، وعشان كده بندي معاه بيتا لاكتاميز انهيبيتور اللي هم مثلا حاجه زي الكلافيولينيك اسيد وحاجه زي الفلو كلوكساسيلين اللي مع الفلوموكس، وحاجات طبعا زي الصلب كتام والكلام ده كله. وطبعا المشكله الثانيه في البنسلين هو بيعمل الرجي لمعظم البيشنت. طيب السيفالوسبورين نفس الاستراكشر والفانكشن للبنسلين، عندها البيتا لاكتام رينج موجوده، وبنقول انها عندها 5 جينيريشنز، وفي كتب بتقول ان هم دلوقتي بقى 6 جينيريشن. والخمسه دول لما بتنقل من جيل للتاني من الاول للتاني، ده انا كده بزود السبيكتروم، بعمل برودنس للسبيكتروم بتاعي تورد الجرام نيجاتيف للبيشنت اللي عندهم تايب 1 الرجي للبنسلين. وفي اتنين منهم عندهم لونج ديوريشن وبيعدوا بلاب برين بارير، وهيفيدوني قوي في حالات المينينجايتس والكلام ده كله، زي السيفروكزيم وده يعتبر سكند جينيريشن، والسيفترياكزون يعتبر ثيرد جينيريشن من السيفالوسبورين. ودي تقسيمه الجينيريشن. الفيرست جينيريشن يهمني فيه السيفادروكسيل مهم جدا والسيفاليكسين، دول كاسمين مهمين جدا. السكند يهمني السيفابروزيل،
نكمل مع بعض generation of cephalosporin. generation احنا عارفين من first ل fifth generation. الفيرست يهمني فيها بس اسمين السيفادروكسيل والسيفالكسين. السكند يهمني السيفبروزيل ويهمني السيفاكلور طبعا والسيفروكزيم اللي احنا لسه قايلين واحد من الاثنين اللي بيعدوا بلاب برين بارير واللي بيبص واللي عندهم لونج ديوريشن. السيفروكزيم قلنا السيفترياكزون, والسيفترياكزون هنشوفه هنا كثيرد جنريشن سيفالوسبورين هو يهمني جدا مع السيفيكزيم مع السيفوتاكسيم اللي هي السيفوتاكس الموجوده جدا في السوق. والسيف دينير طبعا يهمني جدا زي الدينور والماكس دينير. الفورس جنريشن السيفيبيم يهمني قوي, والفيفس يهمني السيفاترولين. تمام, نتكلم عن برضو نوع انتيبيوتكس من البيتالاكتام انتيبيوتكس المونوباكتام والكاربينبيم. المونوباكتام بيكون هايلي افكتيف جدا, فما بستخدموش كفيرست ولا سكند لاين, بستخدم على الاثنين عامه. المونوباكتام والكاربينبيم بستخدمهم هايلي افكتيف مش فيرست ولا سكند لاين بصفه عامه. المونوباكتام فيه ممبر مهم قوي الاسترونام, بيكون افكتيف اونلي فور ايروبيك مايكرو اورجانيزم اللي هو بيحتاج الاكسجين عشان يقدر يعيش. بس السايد افكت بتاعته معروفه, بيعمل سكين راش وبيعمل ديس فانكشن للليفر تيمبوري الناس اللي اصلا عندها مشاكل في الليفر. طب الكاربينيم بنقول انها هايلي افكتيف قوي, بستخدمها في حالات معينه جدا للناس اللي عندهم هاي ريسك ان يحصل لهم بكتيريال انفيكشن. وحاجه مميزه جدا المالتي دراج ريزيستنت بكتيريال انفيكشن, يعني بكتيريال انفيكشن استخدمت لها انتيبيوتيك ما ينفعش, استخدمت واحد تاني ما ينفعش, ساعتها ادي بقلب جامد الكاربينيم زي الاتروبينيم والاميبينيم والميروبينيم. دول طبعا اشهر ممبرز معروفين. وكسايد افكت, او مش هنقول كسايد افكت طبعا مش هيبقى كريسك بنفيت ريشيو, طبعا مش لا يقارن ان هم هايلي افكتيف في الحالات اللي هي المالتي دراج ريزيستنت بكتيريال انفكشن, وفي البكتيريال انفكشن اللي هي الشديده قوي. يعني طبعا مين اللي بستخدمهم؟ ما بقول الشديده قوي زي الكومبليكيتد يو تي اي, بستخدمه برضو في البلاد انفكشنز بصفه عامه والانترا ابدومينال انفكشن. طيب اتكلم عن السيل ممبرين بقى انهيبيتورز, قلنا زي البوليميكسين والبولينز, وفي حاجات اللي هي بتنهبت المايكوليك اسيد نفسه زي الايزونيازيد والارابينوجلاكتان. الارابينوجلاكتان او الارابينوجلاكان انهيبيتور زي الايسامبيوتول اللي هو بيستخدم في علاج التي بي. وطبعا السيل ممبرين كارسما والانزيم اللي داخله فيها مش مطالبين بيها, بس ممكن نحطها في الفيديو الجاي ان شاء الله للايضاح. طيب الفوليت سينثيز انهيبيتور او الفوليك اسيد باسوي والانزيم قلنا اللي الاثنين بنوقفهم الدهبس والدهفر, هناخدهم بالتفصيل هنا. بنقول ان الدهبس انهيبيتور او داي هيدروتيرودين سينثيز انهيبيتورز اللي هو السلفوناميد اللي هي السلفاميثوكسيزول في السوق, والدهفر انهيبيتور او الداي هيدروفوليت ريدكتيز انهيبيتور زي الترايميسوبرين. طبعا في ادويه في السوق فيها الاثنين زي السترين عشان نقلل الريزيستنس اللي بتحصل ويبقوا هايلي افكتيف, بنسميه سينرجيستيك ميكانيزم لما احنا دي الاثنين مع بعض. طب الباسوي عباره عن ايه؟ قال لك البابا مع التريدين في وجود انزيم اللي هو بتاعنا الدهبس الداي هيدروترويد سينثيز بيديني الداي هيدرو ترويك اسيد. الخطوه دي بوقف الانزيم الداي هيدروترويد سينثيز اللي هو الدهبس بتاعنا عن طريق السلفا ميثوكسازول السلفونامايد. بعد ما اكون الداي هيدروترويك اسيد لو ما عرفتش اوقف, او الافضل ان اوقف الباسوي كله من اوله لاخره, بيتحول الداي هيدروترويك اسيد لداي هيدروفوليك اسيد عن طريق الداي هيدروفوليت سينثيز. مش تبعنا, مش هنضربه بحاجه, احنا هنوقف الجاي ده اللي هو من الداي هيدروفوليك اسيد للتترا هيدروفوليك اسيد اللي هي الاكتيف فورم بتاعت الفوليك اسيد عن طريق انزيم اسمه الدهفر اللي هو الداي هيدروفوليت ريدكتيز, اوقفه بالترايميسوبرين. فعرفنا كده وقلنا لك الافضل ندي الاثنين مع بعض وبيدي النتيجه احسن بكتير وبيقلل الريزيستنس اللي ممكن تحصل. بس السلف احنا عارفين ليها مشاكل وليها سايد افكت. نكمل مع بعض باذن الله السايد افكت اليونيك بتاع السلفونامايز اللي قلنا مشهور قوي اللي هي بتعمل كريستال يوريا, يعني بتروح تعمل كريستالز في الكيدني, ودي مشكله في السوليابيلتي بتاعتها. عشان كده بننصح البيشنت يشرب كميه ميه كتيره جدا تصل ل 2 لتر بعد البرشامه اللي بياخدها, او في يعني بعد البرشامه لمده ساعتين كده يفضل قاعد يشرب في ميه حوالي 2 لتر. بنقول كمان السلفه بتعمل الرجي, مشهور قوي السلفه الرجي دي, وكمان فوتو سنسيتيفيتي, فلو واخدها ما ينزلش في الشمس على طول لانها تعمل له رايش كده وريتيشن. طيب
رابع ميكانيزم معانا اللي هو البروتين سينسز انهيبيتور، وقلنا بينقسم لتومين كاتيجوري 30 اس انهيبيتورز، ودول حاجات اللي بقدر اختصرهم في حرفين زي الامينوغليكوسايد والتتروسايكلين اي جي يو تي زي. وال50 اس انهيبيتورز هناخدهم باذن الله بالتفصيل المره الجايه، هم زي الكلورمفينيكول والماكروليتس، ما قدرتش اختصرهم في حرفين عشان اسهلهم على بعض، اي جي يو تي سي 30 اس على طول. ال30 اس انهيبيتورز نبدا بالتتروسايكلينز، بنقول ان هي بكتيريوستاتيك، وفاهمين يعني كلمه بكتيريوستاتيك دلوقتي، وبرود سبيكتروم انتيبيوتيك. الممبرز بتاعتها التتروسايكلينز والاوكسيسايكلينز والدوكسيسايكلينز، بنقول انها بتمسك في ال30 اس، بتنهبت الانزيم اللي هو الامينو اسايل ترانسفير ار ان اي تحديدا في الاكسبتور سايت. لو فاكرين كان في 3 سايت، سايت بيكسبت فيه وسايت بترانسفير فيه او بيعمل اللوكيشن ريالوكيشن فيه، والسايت الثالث اللي هو كان بيخرج منه البروتين او اللي هو الاكزيت سايت، وبيعمل ديسربشن بقى للايرلست ستيج اوف ترانسليشن اللي هي خطوه الانيشيشن. والتتروسايكل عندها هاي ليفل اوف ريزيستنس عاليه، فبستخدمها في حاجات قليله بصراحه زي الاكني وزي الزونوتيك ديزيز بصفه عامه. سايد افكت مشهور قوي، او ما اقدرش اقول سايد افكت، اقدر اقول ان هو دراج انتراكشن، بتعمل كومبلكسيشن رياكشن مع الميتلز بصفه عامه زي الكاتاينز والمغنيسيوم والاير، وبنقول انها بتعدي في اللبن بتاع الام في البريست فيدنج ميلك، فكونترا انديكيتد تماما في اللاكتيشن، وفي نفس الوقت في البريجنانسي بتكون كونترا انديكيتد، بتعدي من البلاسينتا، وبتعمل يلو ديسكلريشن في التيس للاطفال اقل من 12 سنه، وكمان بتعمل بصفه اقل فوتو واوتو توكسيستي. بس في حاجه بتعمل فوتو، بتعمل اوتو توكسيستي ونيفرو توكسيستي ونيورونز توكسيستي اللي بنسميها نوف توكسيستي، هناخدها السلايد الجايه اللي هي الامينو جلايكوسايدز اللي هي اي جي. نبدا بالامينو جلايكوسايدز الاي جي، بنقول ان هي بتكون بكتيريا سايدل، وفاهمين الكلمه اللي هي بتكل المايكرو اورجانيزم وبرود سبيكتروم. ومن لي الامينو جلايكوسايدز كلهم بينتهوا بالسافكس مايسين، في منها فيرست وسكند وثيرد جينيريشن. الفيرست جينيريشن ستريبتومايسين وكانامايسين، السكند جينتامايسين، الثيرد جينيريشن توبرامايسين والاميكاسين. طيب الميكانيزم اوف اكشن برضو بتبايند مع ال 30 اس، بس هنا بيعمل ايرور في المسنجر ار ان اي ريدنج، تمام؟ فما دام قرا غلط خلاص المسنجر ار ان اي، فبالتالي البروتين اللي طالع هيبقى غلط، هيبقى ابنورمال فانكشن بروتين، بروتين طالع ما بيدينيش حاجه، مش كود لحاجه معينه، مش هيعمل الفانكشن بتاعته، هيبقى نون فانكشن بروتين. وبنقول ان السكند والثيرد جينيريشن اللي هما الجينتامايسين والتوبرامايسين والاميكاسين عندهم اكتيفيتي اجينست السودومونس اوريجانوزا. السودومونس اللي هي محيرانه دايما، بكتيريا صعبه، صعب اي انتبيوتيك يموتها، ليها انتبيوتكس معينه، وبنفضل ندور عشان لو حصل ريزيستنس للانتبيوتيك ده اقدر الاقي انتبيوتيك تاني يقدر يبقى افكتيف اجينست السودومونس. وطبعا هي كونترا انديكيتد في البريجنانسي عشان بتعدي بلاسينتا برضو الامينوجلوكسايد زي التتروسايكلين هنا، وبيحصل له حاجه مميزه جدا ان هو بيأكيوميليتد في الكدني، عشان كده جت من هنا ان هي بتعمل نيفرون توكسيستي، اصل بيروح يرصف في الكدني. طيب فبنقول ان بيعمل سايد افكت مشهوره جدا اسمها نوف نيورو ونيفرون واوتو توكسيستي، والاكتيفيتي بتاعته بتقل في وجود اسيديك انفايرمنت. وبكده نكون خلصنا، واتمنى ان ان شاء الله الشرح يكون عجبكم، وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه بتاعتنا اللي هي كايرو داتا فلو، طبعا تبع الدكتور احمد البراوي، وان شاء الله هنرد على اي استفسار ليكم بخصوص السفر، بخصوص الداتا فلو، بخصوص البروميتريك، هنبقى معاكم من البدايه للنهايه. وانا دكتور محمود حمدي اتشرفت بيكم جدا، واتمنى باذن الله ان الشرح يكون نال رضاكم. شكرا. مع بعض فلوس بورين.